السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة ابدأها صح بالفرف. إن شاء الله النهاردة كده هنتكلم عن ناس كتير كلمتني عن موضوع التدريس الحجازي وطبعا أهميته. طبعا البرسيم الحجازي أو التدريس الحجازي زي ما بعض بيتكلموا عليه زرعة معمرة جدا، زرعة كويسة جدا، لكن في بعض نقط لا مهندسين اتكلموا فيها ولا يعني حد بيتكلم من الري ولا اي حاجة. واحنا كشعب بنبص للجنيه قبل ما بنبص للفايدة اللي هتيجي للمجتمع او للدولة عامة. يعني اول نقطة البرسيم، طبعا معظمه برسيم اللي بيتزرع على بيفت او ري حديث، ماشي انا مع ده مفيش اي مشكلة، لان طبعا التربة بتبقى تربة رملية او تربة فيها نسبة رملة، بيشتغل عليها البيفت، بيشتغل عليها الرشاشات، انا مع ده. لكن البرسيم اللي بيتزرع في ارض طفلية، وده طبعا ما اقصره في المكان، بياخد كميات مية رهيبة. يعني البرسيم بياخد كميات مية غير طبيعية، واي حد يقول الكلام ده يبقى كلام مش صح. تاني حاجة، الارض الطفلية مع احترامي للجميع، الارض الطفلية لا تصلح للري الحديث باي طريقة، لا تصلح للري الحديث باي طريقة. الارض الطفلية التعامل معها عن طريق الري الغمر والحرث والتقصيب كتير عشان اتنيني محافظ على نسبة الملح في التربة. خليكم معايا وهكمل معاكم الفيديو. لسه مستمرين معاكم، بس حبيت طبعا اخليكم تشوفوا معايا المنظر الجميل ده. تمام، دي منطقة موجودة في الواحات البحرية. نكمل موضوعنا، واحنا كنا بنتكلم عن موضوع البرسيم الحجازي. طبعا ناس كتير بتكلمني، وبقى يعني موضوع البرسيم الحجازي ده لو كتبت فيديو او نشرت فيديو فيه كلمة برسيم حجازي او ارض مزروعة برسيم حجازي او ارض فيها كذا فدان برسيم حجازي، طبعا بتنول اقبال رهيب. ماشي، البرسيم الحجازي زرعة كويسة، زرعة كويس. البرسيم الحجازي العائد بتاعه كويس، العائد بتاعه كويس في حالتين، اتنين ملهمش تالت، تبقى شغال ري حديث تمام وبدون تكلفة في الجاز. لكن هتزرع البرسيم الحجازي وانت عندك مية ضعيفة وبتشغل جاز او بتشغل ديزل، العائد بتاعه مش هيكفي، العائد بتاعه مش هيكفي التكاليف بتاعه، وده كلام اي حد يقول لي عليه. غير كده البرسيم الحجازي عفوا، احنا طبعا اتعودنا ان احنا لما انا بتكلم في اي موضوع بتكلم فيه بشفافية. يعني انا البرسيم الحجازي بعد طبعا المعدات زاد تكلفتها بطريقة غير طبيعية، الانفار او العمالة زاد تكلفتها بطريقة غير طبيعية. يعني انت لو اي عامل النهاردة بتجيبه يعمل اي حاجة في الارض ليه سعر، بتجيبه يشيل برسيم او يشتغل في البرسيم او يحمل برسيم، ده سعر تاني. فالتكاليف زادت من اول ما البرسيم بدأ سعره يرتفع. في حاجة بقى محدش هيقول عليها، اللي كمية الانتاج بتاعت البرسيم قلت جدا 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 تمام الفترة من اول زيادة سعر البرسيم. يعني هنقول مثلا لو الفدان كان بيجيب طن طن وشوية مع المعاملات الصحيحة، الفدان بقى بيجيب نص طن واوقات اقل. ومعروف ان البرسيم الحجازي الانتاج بتاعه بيزيد في الصيف، الموسم اللي احنا الحالي اللي احنا فيه ده ما حصلش الكلام ده خالص. الموسم اللي احنا فيه ده مناطق برسيم كتير حصل فيها مشاكل، مناطق برسيم كتير اتبور فيها اجزاء كبيرة، مناطق برسيم كتير بدأت الخمس فدادين والست فدادين يجيبوا طن ونص واتنين طن وكلام. يعني لما نيجي نحسب كده بورقة والقلم هنلاقي الفدان ما عادش بيجيب نص طن. فده طبعا ده من ارض الواقع، اي حد يتكلم في الموضوع ده يبقى يعني كلام مش مظبوط. في نقطة تانية، انا يعني احنا ما استفدناش بالبرسيم، احنا قاعدين نبيع البرسيم للأسف. يعني وفي ناس كتير موجودة
كان عندها ثروة حيوانية، باعت الثروة الحيوانية بتاعتها، قال لك أنا هأكل ب7000 وب6000 وكلام من ده. هو باع الثروة الحيوانية بتاعته للأسف، تمام، عشان يبيع البرسيم، والبرسيم طبعا ياخده تجار أو ناس وسطة بيصدروه بره، تمام. بيدخل عملة صعبة للدولة، ماشي، بس احنا كنا نقدر نستفيد منه وننزل من تمن الأعلاف اللي زادت بطريقة كبيرة جدا، وطبعا عاد الموضوع ده على الشعب كله بزيادة أسعار اللحمة، أسعار مبالغ فيه. فده كده احنا بنزرع منتج طبعا بدأ يبقى مش فيه المكسب اللي الناس كتير فاهماه. النقطة التانية اللي احنا كدولة او كحكومة او كبلد ما استفدناش منه، بل هو بس بقى أداة لتدخيل العملة الصعبة، ودي ما فيش فيه مشكلة، ما هي كل الزراعات وكل الموالح بتدخل عملة صعبة، لكن انا اقدر برضو اسيطر على السعر الداخلي، دي حاجة تفيد الكل يعني، يبقى انا كده بكسب من كل الاتجاهات زي ما بقول. دي نقطة. تاني نقطة، يعني انا شايف اللي طبعا سيادة محافظ الوادي الجديد منع زراعة الرز في الوادي الجديد، مع احترام المعاليك يا سيادة المحافظ، اللي زرع فدان رز او فدانين رز ده طبعا هيدخل للبلد، وده منتج احنا كلنا بنحتاجه، ومنتج فيه مشكلة واسعاره زادت، ومنتج بياخد مية كتير، بس يعني مع احترامي للي موجودين، ازرع فدان برسيم وشوف فدان البرسيم بياخد كمية مية قد ايه منك، وشوف فدان الرز بياخد كمية مية قد ايه منك، هتلاقي النسب يعني قريبة جدا، مش كتيرة جدا. ف يعني طبعا ده قرار انا ما بتكلمش في حاجه فيه، بس بقول اللي لا، لو اتزرع رز هيهلك معايا ميه ماشي، بس هيفيدني، لكن البرسيم بيهلك معايا ميه ومش فايد حد في اي حاجه، مع احترامي للجميع. انا طبعا بحاول بقدر الامكان ما اطولش الفيديوهات قوي، بس ببقى عايز اوصل لكم المعلومه كامله. دي نقطه. تاني نقطه، التكاليف بتاعه البرسيم كتير جدا، وطبعا الناس كتير بتبقى جاية عايزة تأجر وتزرع برسيم. يا جماعة، البرسيم، وده كلام يعني ما اعتقدش حد هيتكلم فيه، البرسيم السنة الأولانية يعني لو جبت تكلفة الزراعة انت كده بتبقى كسبت. البرسيم السنة الأولانية لو جبت تكلفة الزراعة هتبقى انت كده المفروض اللي انت كسبت. فالناس اللي بتيجي تأجر ويقول لك أنا هصلح وأزرع برسيم وحشتين، الأول حشة في البرسيم بتتعدى ممكن توصل لسبعين يوم عشان تحشه، ده لو أرض كويسة، تمام. تاني حشة بتاخد لها برضو 50 يوم، انت كده بتتكلم في 5 شهور من بعد الزراعة عدوا عليك من موسم انت واخده سنة، تمام. في ال7 شهور التانيين ممكن تحش 3 حشات، انت بتتكلم بقى ان انت 3 حشات زي ما انا قلت بالاسعار اللي بقت عاليه ديت، فالله اعلم الحشه هتجيب لك قد ايه في البدايه، لسه برضو الانتاج مش هيزيد في البدايه قوي، ونرجع تاني تدخل في مشاكل، لا ده انا خسران، لا طب سيب لي، لا طب انا عايز كذا سنه كمان. طب فالحاجات ديت انا بنوه ليها، يا جماعة عايزين تدخل من مهندسين محترمين من وزارة الزراعة ترشد الناس ديت بمحاصيل، في محاصيل كتير جدا ما بتستهلكش مية وتناسب الجو اللي احنا فيه، الحمد لله المكان. انا ما بتكلمش والله في نقط سلبية، انا بتكلم للإفادة للجميع. المكان اللي هو الفرافرة او الوادي الجديد اجمع يعني من اول الواحات البحرية لحد مفيد باريس، مكان كويس جدا والجو بتاعه كويس جدا. فلو لقينا حد يرشدنا بس اللي احنا نزرع زراعات ما بتستهلكش ميه كتير، يبقى احنا كده بنحافظ على المخزون بتاعنا، وفي زراعات ما بتستهلكش ميه وبتدخل دخل كويس جدا جدا جدا، لكن وان شاء الله هبدا اعمل حلقات عنها يعني، فالله المستعان. لكن انا يعني هحاول اسمي الفيديو ده وهم البرسيم الحجازي في الوادي الجديد. فشكرا ليكم، ويا رب تكون استفدتم، وان شاء الله هتبقى الحلقه دي لها تكمله، لكن انا حبيت ان انا يعني اشارككم، وطبعا انا اسف
برضو حبيت اخليكم تشوفوا معايا برضو منظر من المناظر الجميلة في المكان. وشكرا لكم، وكان معكم عماد نبيل في قناة ابدأ صاحب الفرح.